السهم تقريبا جينا نظرنا له من الفاصل اليومي، أعتقد والله أعلم ما خاب ظني هو على أعتاب 38 فيبو الآن، اللي هي 57 على النظرية. إذا تخطى القمة هذه الفرعية، القمة الفرعية تخطاها برضو على النظرية عند 53.80، عشان كده ما شاء الله مبدع الكثير. 53.80 اختراق لقمة فرعية، كشفت له الآن قمة فرعية تانية هنا، وهذه المقاومة الثانية اللي بعد، وهي جاية عند مستوى 55.30. شوفوا الآن أقرب مقاومة 55.30، وبعدين انكشف الهدف عند مستويات 57. خلينا نوريكم الرقم بالملي في الفيبو، هو كم يعادل تقريبا إذا قلنا ساحبين الفيبو من الهاي التاريخي حقه 95.95، ما شاء الله تبارك الله، يعني تقريبا هدف السهم 57.40، 57.5 إذا تخطى 55.30. العموم السهم ممتاز طالما نحن قبل ما ينتهي فبراير ودائما فوق متوسط 50 على الشهر 51.65. شوفوا هنا في شهر يناير استطاع أن يخترق الترن المتوسط الشهري ويحافظ عليه، والحد الآن هو السهم طالما فوق هذا الرقم 51، قلنا 65 أو 51.70، مؤهل بحول الله لل 57 إذا تخطى المقاومة الثانية 55.30.